سهلا وصباح الخير. صباح الخير ترى فعليا يعني مو ببرر حالة النوم اللي في عيني لاني اقول صباح الخير، لا عندنا صباح. من عادات يوم الجمعة، وانا افقد كثير من طقوس يوم الجمعة بحكم ان اظن اخر مرة صليت صلاة الجمعة كانت وانا في السعودية، يعني في شهر اوغست قبل 6 أشهر تقريبا. هنا في بريطانيا المساجد مغلقة، في عدد قليل من المساجد ويكون بحجز يعني، فافتقد الشيء الكثير يعني. ولكن أحب أجي أمام هذه البحيرة، ما أدري، بس قابلت في ذاك اليوم هنا مسلمين يعني، صرت أتمنى أني أقابلهم مرة ثانية وآتي، ولا يعني ولا قد قابلتهم إلا ذيك المرة يعني. مع ذلك ما زلت أحفظ العهد وأني أتي هنا. شاهد بشارك معكم فكرة، كنت الأسبوع الماضي أتابع لقاءات حامد الجبوري. حامد الجبوري هذا هو وزير خارجية العراق في عهد صدام حسين وفي عهد عبد السلام عارف، فالرجل ممتلئ يعني، إذا أردت منه قصص ممتلئ جدا يعني، ويتحدث لك عن العراق، في تحدث عن العراق في فترة السبعينات والثمانينات، وعن حزب البعث والدولة الشمولية كيف تدار. والله تماما كأنك تشاهد رواية 1984 يعني. اللي قرأ الرواية اللي كان يعتقد أنها خيالية، لا هي تطبق يعني، تطبقت على أرض العراق يعني. شاهد أنه ذكر معلومة، بالنسبة لي هذه المعلومة يعني أتت في غير مضانها يعني، معلومة يعني استفدت منها ليس ما يقصده الحامد الجبوري نفسه يعني ذاكر المعلومة. كان يقول، يتكلم عن حرب الإيرانية العراقية في حرب الخليج الأولى. تعرفون أنتم بداية الحرب كان على هذا الهواء، ما راح تنتهي السنابات إلا والشعر طاير تماما يعني. الشاهد أنه كان يقول أن بداية الحرب كانت الكفة تميل للجيش العراقي، فعلا الجيش العراقي كان يحقق انتصارات يعني، ثم لاحقا مالت الكفة للجيش الإيراني ومالت بقوة يعني، واستطاع الجيش الإيراني أنه يدخل داخل الأراضي العراقية وأنه يستولي على مناطق. فالأمريكان في ذلك الوقت كانوا يدعمون العراق يعني، ودول الخليج تدعم العراق، فكانوا يبحثون عن حجة، الأمريكان يبحثون عن حجة يستطيعون بها الدخول لنجدة العراق يعني، كانوا يبحثون عن حجة للرئيس الأمريكي يعني. فيقول حامد الجبوري، طبعا اللي يعرف تفاصيل الحرب يعلم في ذلك الوقت أن هنالك سفينة أمريكية قصفت، وأمريكا اتهمت إيران بقصفها يعني، ودخلت أمريكا وضربت الجيش الإيراني اللي داخل العراق وجعلته يتراجع ويدخل داخل إيران يعني. يعني هي غيرت ميزان الكفة، غيرت ميزان الحرب. ليش غيرت ميزان الحرب؟ لأن الجيش الإيراني هو دخل وقصف السفينة الأمريكية يعني. هذه الرواية اللي قالها الأمريكان يعني، وهذه الرواية اللي انتشرت عالميا يعني، أن الإيرانيين قصفوا سفينة أمريكية فيحق للأمريكان أنهم ينتقمون يعني. حامد الجبوري يقول من قصف هذه السفينة هم العراقيين. أوتش. من قصف هذه السفينة هم العراقيين. يقول إن اتفقنا مع الأمريكان أن ندخل ونقصف هذه السفينة ونتهم الإيرانيين حتى يجد الأمريكان حجة لهم أنهم يدخلون ويساعدوننا يعني. الكلام باتفاق عراقي أمريكي. المذيع انصدم من هذه المعلومة يعني، ما كان يعتقد أن السياسة خبيثة لهذه الدرجة. طيب وش يفيدك هذه المعلومة؟ هذه المعلومة على أنها مثيرة صراحة، وطبعا لاحقا اعترف العراق يعني بعد ما دخل الجيش الأمريكي وعدل الكفة وأعاد الحرب لنقطة البداية، في ذلك الوقت خلاص تراجع العراق ودخل واعترف يعني، قال أن ضربناها بالخطأ. بس الجبوري اللي أضاف أنه لا، ليس بالخطأ، هو باتفاق يعني. الهدف من هذه القصة هي أنك حاول تتأمل حال الناس في ذلك الوقت. كذا أنا جلست أتأمل أن أتى خبر أن الجيش الإيراني استهدف سفينة أمريكية، الأمريكان يحضرون جيشهم للدخول للحرب. الحديث يعني أنا أزعم من المجالس امتلأت بهذا الحديث، الصحف، المقالات، لو عندهم تويتر وفيسبوك كان امتلأ بهذا الحديث، بينما الواقع شيء مختلف تماما. لذلك إبراهيم السكران يوم كتب كتاب المجريات وقال أن الناس يغرقون في السياسة أكثر من اللازم لدرجة أنهم لا يستطيعون أنهم يصنعون قرارا، هذا يستهلك من عمرهم، وأغلى ما على الإنسان هو عمره. لذلك يعني خذ كذا فلاش باك على آخر 10 سنين كذا، خلنا نبدأ من 2012 تقريبا. خلنا نتكلم مثلا في بداية الربيع العربي، ثم أتى 2003 وما حدث في مصر ونزاعات الناس في ذلك الوقت، ثم الأزمة الخليجية، كلها ذهبت يعني، وأنت لا تعلم ماذا ذهبت وماذا حل وما يدور خلف الشاشات يعني، ولكنها أخذت من عمرك يعني. فماذا خرجت منها؟ أنا ما أعلم وصلت الفكرة أو لا، لكني أزعم أن في سيل هائل من الأفكار طار مع الهواء. فكنت متردد أصلا أترك السنابات أو أحذفها، ولكن قلت يعني أتركها لعل الله ينفع بها أحدا. وأنا وصلت المكتبة، فدعواتكم يا أخوان، يا أخوان اذكروا صاحبكم بدعوة، ترى الأسبوع القادم عنده اختبارات نهائية، فألحوا بالدعاء والله، ترى والله يستحق يعني. السلام عليكم.